هاد انت خالي نامق. اوه خفت كتير. تلجت هون يا خالي؟ تدفى بجهنم ان شاء الله. ممكن يصير هيك مو بعيد، بس مو انت يا خالي يا حنون اللي رح تبعتني لهنيك، مستحيل ما بتعمل. ما رح تطلع من هون الصبح بكير، بتروح على المينا، بتلاقي جماعة عم يستنوك هنيك، رح ياخدوك على اليونان وانت بعدين بتتصرف، عم تفهم؟ شكراً لك يا كبير. ما بقى بدي شوفك ولو بالصدفة، ولا بدي اسمع صوتك حتى. ماني قاتل حالي ولا رح موت عليك، انت بس خليني اطلع من هون وانا ما عاد بدي شوف حدا. خالي انا تجمدت من البرد، لو في شي بطانية او سندويشي او اي شي اكله ممكن؟ عندي رصاص بتحب تدوقه؟